في هذا المحل المتواضع يزاول الأخ سعيد عمله كحلاق منذ صغره، وهي هوايته رغم إلحاح والده على مزاولة مهنة أخرى، لكنه فضل الحلاقة وهذا مقابل سعر رمزي بسيط. الفكرة تاع الحلاقة كانت كنت في الدراسة، كي طلعت البريمير راني في الليسي حبست، كانت في خاطري حلاقة. المهنة ولات تخصب بارابور زمان، زمان كان أباك كانت الحلاقة حلوة، وشكون اللي يدخل عند الحفاف؟ هذا وقت زمان. عند دخولك لهذا المحل المتواضع ومن الوهلة الأولى تصادفك ذكريات الزبائن معلقة على جدرانه من شعارات وكؤوس نوادي رياضية في زمن طغت فيه الألوان والتكنولوجيا. الناس اللي يدخل هنا يقولوا يهضروا فيه في الخير، يقول لك سبحان الله شو كي راه داير محل تاع السعيد والله يبارك. سوا سيبورتير سوا كوافير، انسان هو اصلا الانسان اللي يحترم المهنة تاعه، القليل يحفف عندها باطل، الناس اللي عندها اللي ما عندهاش قال الناس تحفف. هذاك المبلغ الرمزي يبيع عندنا حنايا تاع 10000 باه نحسن له، يعطيك 10000 تحس روحك باللي حسنت له حتى هو يفرح بك. كاين هدايا تاع الناس دي كارتي كيما هكا يجيب يحط الهدية تاعو هنايا، ومعروف هذا الحانوت بهذا حلاق السلام حلاق بهجة. كل ما في هذا المحل عتيق لديه زبائن من نوع خاص من كل حي يقصدونه من أجل حلاقة شعرهم والتمعن في أحداث الذكريات لها صداقة تترجم إلى قصة ملؤها الوفاء.